مصحفي حصن لنفس قد رأت فيه الحياة، وشفاء ودواء للذي ذاق هداه. وحي ربي قد تعالى، شرعه بلغ الكمال، وأقر الحب دينا وارتقى فينا جلا. تصفو حياتي وله الروح تلبي، وله الروح تلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلاة وسلاما أتمان أكملان على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك ربنا سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا سبحانك، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب يا مولانا إذا شئت سهلا. بداية، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. ومصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. بهذه المناسبة نشكر موقع زيو سيتي على أن فتح لنا بابه من أجل الإطلالة على الأحبة في الله داخل زيو أو خارج زيو، أينما وجدوا أهلا ومرحبا وسهلا. موضوع حلقة هذا اليوم، ونحن مقبلون على العطلة الصيفية ومقبلون على الوفود المقيمة بالخارج، ومقبلون على الحفلات، لأن فصل الصيف يكثر فيه الحفلات. موضوع هذه الحلقة سأتناول فيه موضوع صلة الرحم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام البخاري: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره ماذا يفعل يا رسول الله؟ من أحب، وفي رواية من سره، من أحب أن يبسط له في رزقه، أن يبارك الله له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره، أن يبارك الله في عمره ويزيد زيادة لا يعلم أمدها إلا الله تعالى. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. زدنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعمر الديار ويثمر الأموال لقوم ليسوا بمؤمنين ولا بمسلمين. يا سبحان الله. فاستغرب جموع الصحابة، استغرب جموع الصحابة، وكأن لسان حالهم يقول، وكأنهم يسألون في استغراب: يا سبحان الله، ما هو السبب الذي يجعل كل هذه النعم تتهاطل على أقوام ليسوا بمسلمين ولا بمؤمنين؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام، نبي الرحمة وإمام الأولين والآخرين وإمام الخاشعين لرب العالمين، قال: بصلتهم لأرحامهم. هنا أخي الحبيب أسألك سؤالا، يا من تستهين بقيمة صلة الرحم، يا من لا تقدر قيمة صلة الرحم، يا من تقول: وما عساها أن تكون صلة الرحم. تخيل معي أن الله عز وجل في الحديث القدسي يقول: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. تخيل معي أن الله تعالى نهار اللي خلق الرحم، نهار اللي خلق الصلة ديال الرحم، الله تعالى الله تعالى جعل صلة الرحم تتحدث وتقول وتناشد الله عز وجل وتقول: اللهم اللهم صل من وصلني، اللهم اقطع من قطعني، اللهم صل من وصلني، اللهم اقطع من قطعني.
احنا وصلنا لواحد الزمن، وصلنا لواحد الوقت انك لقوا بعض الناس ينشرون ثقافة الغربة، ثقافة الانقطاع، تجد بعض الناس يمصح الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول؟ قال لله ولكتابه ولرسوله إلى آخر الحديث. لكن بعض الناس ينصحون الناس عكس النصيحة الحقيقية. بعض الناس تلقى شي حد يقول لك أودي في هذا الزمن الأقارب كالعقارب، وبالدرجة ديالنا بعض الناس يقول لك عمك يعميك، وخالك يخليك، وجدك يجدرك. إذا سعفنا هذا الكلام، هذا الكلام فين كيوصل؟ هذا الكلام كيوصل أن الإنسان ما يبقى عنده عمه، ما يبقى عنده خاله، ما يبقى عنده جده، ما يبقى عنده حتى شي واحد من العائلة. وبعض الناس لا يؤمنون إلا بما في جيوبهم. بعض الناس ما كيعرف حتى شي واحد، كيقول لك أودي راه هذا الزمن ما ينفعك حتى شي واحد، وهذا الزمن راه والله خطاتك صحتك. بمعنى ينشرون ثقافة الغربة وثقافة العزلة وثقافة المقاطعة، في حين أن الله تعالى في القرآن الكريم يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الله أكبر، الله أكبر. هنا قد يسأل السائل وقد يقول القائل يا سبحان الله، دائما نسمع الكلام حول صلة الرحم، لكن الكثير منا لا يفهم ما معنى صلة الرحم. صلة الرحم الحقيقية التي يريدها الله ويريدها رسول الله، ما معنى صلة الرحم؟ قد يسأل السائل وقد يقول القائل ما معنى صلة الرحم الحقيقية التي يريدها الله ويريدها رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال يجيب عنه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام البخاري، في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ. هذاك اللي يجي عندك ممتجي عنده، هذاك اللي يزورك عاد تزوره، حتى يتصل بك بالتليفون عاد انت تتصل به، حتى يسول فيك عاد تسول فيه. انت درت العرس يجي عندك في العرس، انت دير العرس واللي يجي حتى هو عندك في العرس. انت مشيت عنده لشي مناسبة وديت له الهدية، نهار اللي دير انت المناسبة يجيب لك الهدية. كاين اللي يدير العرس ويجيبوا له الناس نقولوا كبش الحولي، كاين اللي يجيبوا له مالطا جوردة، كاين اللي يجيبوا له صندوق ديال الزيت، كاين اللي يجيبوا له خنشة ديال السكر. كاين الناس اللي ولات كتقيد، فلان مصطفى الوردي جاب لي قدا وقدا قدا، عبد الجليل الباكوري جاب لي هذه وهذه وهذه، عبد الكريم البخاري جاب لي هذه وهذه. النهار اللي كتكون الحفلة عند هاد الناس، شي حفلة عند هاد الناس، كيولي يجيب ديك الليستة ويقلب، السيد جاب لي الكبش خصني نديلو الكبش، السيد جاب لي. يا سبحان الله، وقد تمر السنين 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 الطوال، لكن كل شيء مقيد. أودي فلان جاب لي واحد المالطة، وفلان جاب لي السكر، وفلان جاب لي الزيت، وفلان جاب لي. اذا واللي ما جابليش ما نديلوش، واللي ما جاش عندي ما نمشيش عنده، واللي ما رقبش عليا ما نرقبش عليه. يا الله يا الله، صلة الرحم فين وصلت؟ صلة الرحم فين ولات؟ وقتاش احنا نرقبوا على هذه صلة الرحم؟ فوقاش احنا نحسوا شي واحد عندنا في الرحم مريض ما عندوش باش يشري الدواء؟ فوقاش احنا نحسوا بشي واحد عندنا في الرحم، في الاقارب، في العائله، جا العيد وما عندوش باش يعيد، جا الدخول المدرسي وما لقاش باش يشري لولادو الكتب، جات المشتة والبروده فصل الشتاء وما عندوش الوسائل ديال التدفئه، جا رمضان وما عندوش باش يدوز به رمضان، جا المرض، مناسبات عده. اذا كنت لا تستطيع ان تبيع شيئا مما تملكه على قريب لك وعلى عزيز لك، لما تصلح؟ وقتاش انت تقدر هذه صله الرحم؟ وهذا صلاة الرحم اللي كيقول عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ليس الواصل بالمكافئ. هذاك اللي تجيب لي ونجيب لك وتعطيني ونعطيك وتهدي لي ونهدي لك، هذيك سماها النبي صلى الله عليه وسلم سماها مكافأة. احنا نقولوا بالدرجة ديالنا نقولوا خلاص، نقولوا كريدي، نقولوا حساب، جبت لي نجيب لك، هديت لي نهدي لك. وإن اسمه هي صلة الرحم الحقيقية يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم وإنما صلة الرحم الحقيقية أن تصل من قطعك، ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل
أن تصل من قطعك. هنا نطرح واحد المشهد واحد المقطع ونختم الكلام حتى لا أطيل على حضراتكم وعلى فضيلتكم. في يوم من الأيام والنبي عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد النبوي ومن حوله من رضي الله عنهم واللي جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم هو ماشي شي واحد بحالي أو بحال شي واحد عادي شي واحد مكمل، وإنما اللي كانوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم السادة الصحابة رضوان الله عليهم، وفيهم أبي بكر الصديق، وفيهم عمر بن الخطاب، وفيهم عثمان بن عفان، وفيهم علي بن أبي طالب، وفيهم سعد بن أبي وقاص، وفيهم الزبير بن العوام، وفيهم عبد الرحمن بن عوف، وهلم جرى جموع الصحابة جالسة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع يديه إلى الله، وأنتم تعلمون أن الجمع إذا اجتمع وفيهم واحد يدعو والباقي يؤمنون إلا استجاب الله لهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يزيح موانع الاستجابة، أراد أن ينقي الجمع، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أحرز وأحرج عن قاطع رحم أن يقوم عنا. يا الله، النبي عليه الصلاة والسلام يطلب هذا الطلب من جموع الصحابة رضي الله عنهم: إني أحرز وأحرج عن قاطع رحم أن يقوم عنا. لماذا يا رسول الله؟ لماذا كل هذا يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن الله تعالى لا يستجيب دعاء قوم وفيهم قاطع رحم. إني أحرز وأحرج عن قاطع رحم أن يقوم عنا. بحال اللي قال لهم: الله يخليكم، الله يحفظكم، إلا فينا شي واحد مقاطع عمه، مقاطع خاله، مقاطع خوه، مقاطع باه، مقاطع أختوه، مقاطع شي واحد من الأقارب، من الرحم، من ذويك، إني أحرج وأحرج عن قاطع رحم أن يقوم عنا، لأن الله تعالى لا يستجيب دعاء قوم وفيهم قاطع رحم. فقام شاب من المجلس وخرج، ثم بعد لحظات وبعد دقائق عاد الشاب ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان قد قام استجابة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يرى خالته سنة، لم يكن مشغولا مع مسلسل أو مشغولا مع فيلم أو مشغولا مع مباراة من المباريات أو مشغولا مع الأمور التافهة، لم يرى خالته ولم يزر خالته، لأنه كان مشغولا في الدعوة وفي الجهاد، وكان مسافر إلى بلاد بعيدة. أخيرا، بما أختم بهذا الكلام أحبتي في الله، ولنا شرف أن نلتقي بحضراتكم بالله عليكم. والله تعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أناشدكم أحبتي في الله، من كانت له خصومة، من كان له نزاع، من كانت له مشادات، من كان له سوء تفاهم، الدنيا فانية، الدنيا ضعيفة، الدنيا لا تساوي شيء، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. أحبتي في الله، أناشدكم من خلال هذا المنبر الكريم، هذا المنبر المنير، منبر زيو سيتي، أناشد الأحبة أينما وجدوا وحيثما كانوا، أناشدكم بالله قبل فوات الأوان أن تصلحوا بين ذويكم، أن تصلحوا العلاقة بين أرحامكم، أن تتجاوزوا عن الأمور التافهة، أن تتجاوزوا عن أخطاء بعضكم البعض، فالله تعالى يريدنا أن نكون متراحمين، مترابطين، متعاونين، متعاطفين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة، وأي هم في الدنيا وأي أكبر هم في الدنيا لدى المسلم هو دخول الجنة. فيوما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ووجد رجلا أعرابيا يدندن ويدعو،
وهو أعربي لا يعرف كيف يدعو الله. فاقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا هذا بما تدعو؟ فقال: يا رسول الله، لست بقارئ، ولست يا رسول الله، إنني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاد. يعني واحد الإنسان ما قاريش، واحد الإنسان ما يفهمش، واحد الإنسان في استحياء وفي حشمة وفي وقار، وكأنه يعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن بما تدعو؟ فقال: يا رسول الله، لي دعوتين، أقول في الأولى: اللهم أدخلنا إلى الجنة، وفي الثانية: اللهم احفظنا وقنا من النار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وعليها أنا ومعاذ ندندن. فأكبر الهم أن يدخلنا الله تعالى الجنة برحمته يا الله. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم. انتبهوا حفظكم الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام البخاري: لا يدخل الجنة قاطع رحم. فهذه فرصة، الله يحفظكم، الله يبارك فيكم، الله يسدد الخطوات ديالكم، نتعاونوا أجمعين، نحاولوا نصحوا أنفسنا، نحاولوا نراجعوا الملفات ديالنا، نحاولوا أننا نوبخوا نفسنا ونحاسبوا نفسنا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل توزنوا. نحاولوا نصلحوا بين الذوي ديالنا، بين الأقارب ديالنا، بين الرحم ديالنا. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم اجعلنا من الذين يصلون الأرحام. اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض. إلى فرصة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.